بعد ترحمي على شهداء زلزال الحوز والدعاء بالشفاء للمصابين، أود أن أتقدم بالشكر لوسائل الإعلام التي تتابع وتواكب وتساهم في التوعية في هذه الحملة التضامنية. وكما يقال، في عز الأزمة تتقوى القيم الوطنية، القيم الدينية والقيم الإسلامية. في عز هذه الأزمة تتقوى قيم التضامن، قيم التآزر، قيم التعاون، وهذا ما نلاحظه في عند جميع المغاربة وفي كل أنحاء المملكة المغربية ومن بينها مدينة تطوان، حيث نلاحظ ونتابع وبالملموس العديد من فعالية المجتمع المدني، العديد من المحسنين، العديد من المؤسسات المدنية قد انخرطت بشكل فعال في أولا في التعبئة وفي توعية المواطنين بضرورة الانخراط في أولا عملية التبرع بالدم، ثانيا في جمع التبرعات. وما نلاحظه أن المجتمع المغربي أن بكافة شرائحه من فقراء وأغنياء ومتوسطين كلهم قد انخرطوا بشكل فعال في هذا النداء الكبير وفي هذا الورش الاجتماعي الذي يستحق كل تقدير. إذا فنحن حينما نلاحظ المواطن البسيط يأتي ويساهم ولو بخمسة دراهم فإنه يعبر عن مدى تفاعله مع هذه الوضعية المأساوية التي عاشها الشعب المغربي. وأغتنم هذه الفرصة كذلك لأتوجه بالتضامن مع والتآزر مع الشعب الليبي في محنته. إذا هنيئا للشعب المغربي تحت رعاية صاحب الجلالة حفظه الله، ونتمنى الأمن والسلام لوطننا العزيز، وشكرا للجميع. السلام عليكم إخواني في الله، كنعزي جميع الضحايا اللي ماتوا، الله يشافي اللي مريض، وهذا الشيء كيزاوب بزاف، واحد التضامن كبير 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 بزاف ديال الإخوان ديالنا ديال تطوان، ولا المغرب كامل، ولا الجالية المغربية، ولا الأجانب، ولا كل شيء، هذا الشيء كيزاوب بزاف بزاف بزاف. ساهم فيه التاجر والمسكين والمتوسط كل شيء، ولو بجوج كيلو السكر كتجيب راه كبيره، كيجي راجل كبير واخا ما عنده شيء، الاخوان ديالنا كنعرفوا ما عنده شيء، وهيداك وجابوا البركه ديالهم. ولهذا كنشكر جميع المسؤولين اللي واقفين على هذا المسائل، اللي واقفين عليها بالجديه والتعاون، واي واحد كيعاون الله يجازيه بخير. والسلام عليكم.